الراجل ده الكاس ما بيفرقش ايده للنهار بالكاس، يا الكاس يا البانجو. بانجو صرف كل فلوسه على ملذاته يا سيادة القاضي، وغير كده بيصرفش علينا مليم واحد. مخلينا نشحن، مجوعنا يا سيادة القاضي، مجوعنا. مجوعكوا؟ طيب انا راضي زمادك يا سعادة القاضي، ده منظر خدود جعانة. ان جبت الحق. لا مدام سلمى، انتي لسه مصممه على الخلع؟ ايوه يا سياده القاضي. ايه ده؟ ومش هتنزل ابدا ابدا ابدا. افواري افواري، فاضل واحد. ابدا. طيب انا يا سعاده القاضي حالا حسبت لك ان الست دي كدابه من ساسها لراسها، بس بعد اذن سيادتك بس هتسمع شهاده الاولاد. دخلوا البنتين. مين دول؟ البنات فين؟ قولي لي يا حبيبتي، بابا بيعملكوا كويس في البيت؟ إن جيت الحق يا سيادة القاضي، أبويا طول عمره إنسان محترم. ظهر الحق. يلا السلام عليكم، أي أوامر؟ بس محترم مع الأغراب، إنما معانا إحنا منتهى الكسر، منتهى الالتهاب، منتهى الاحتقان. التهاب واحتقان؟ إيه ما كنتش معاكم منتهى اللوز؟ اسكت لو سمحت. انظروا إليه، انظروا إلى هذا المتهم، ارفع بقى القناع اللي انت لابسه ده وريه مشك الحقيقة عمر يا رشدي. حلو كده؟ وانت يا حبيبتي؟ كان نفسي أقول إنه كويس، لأنه هو أبويا اللي جابني للدنيا، بس يا خسارة مش هي دي الحقيقة. الحقيقة يا ست القاضي إنه فضل أخواته الشخصية عن بيته ومراته وولاده. سعادة القاضي أنا جوايا جرح كبير أوي عمال بينزل، جرح مرر طعم الايام في عينيا. ممرر ايه يما؟ طعم الايام في عينيا. هو ده العدل يا حكومه؟ هو ده العدل يا ناس؟ انا بجد مظلومه مظلومه مظلومه. الله، برافو، الله عليك يا ست، الله يا فنانه. يا ابني انت في محكمه. ويا اختي. اختي مدام سلمى، عندك حاجه عاوزه تضيفيها؟ هقولي يا سياده القاضي، ما ديك شفت وسمعت كل حاجة. خش خش. لا ما شفتش كل حاجة، شفت دي؟ دي من ايه؟ رحت افتح التلاجة، كنت عطشانة. عطشانة؟ عطشانة، رحت اشرب بق مية يسد جوعي، قام معلمني بالكسلك في الترقوم. وانت يا استاذ عمر مش عاوز تقول حاجة؟ والله كان عندي كلام كتير عايز اقوله، بس بعد بانجو وعطشانة وكسلك ابوس ايدك خلعني. حكمت المحكمة بقبول دعوى الخلع ورفعت الجلسة. انتي متضايقة ليه دلوقتي؟ انتي مش خدتي قرار وعملتيه وفكرتي كويس قوي قبل ما تعمليه. سيبك من اللي انا عملته ده كله، بس انا بجد متضايقة، متضايقة على عشرة، متضايقة عشان خاطر البنات. عمري ما كنت اتخيل ان يجي اليوم وانا وعمر نقف قصاد بعض في المحاكم. يعني بس انتي مش اول واحده تعمل كده، اكيد ان شاء الله ان شاء الله هتبقى فتره وتعدي، بس المهم انك تشغلي وقتك، مش عايزاكي تفكري فيه، مش عايزاكي تحسي انك محتاجه له. احتاج له؟ لا ما تقلقيش، ما اعتقدش اني احتاج له خالص. اذا كنت في عز ما كنت معاه، لما كنت بحتاج له ما كنتش بلاقيه. عمر مستهتر قوي يا هبه. اذا كان يا بنتي في المحكمه القاضي بيسأله على بطاقته، طلع له كارنيه نادي الجزيره. ضايع. المهم بقى انا عايزاكي دلوقتي تفكي كده وتروقي، قولي لي ايه رايك في لونشاري؟ حلو حلو. انت عارفه احلى حاجه في الموضوع ايه؟ ان انت والبنات هتقعدوا معايا. معلش يا هبه، احنا هنتقل عليكي شويه، بس ده وضع مؤقت يعني، يومين كده لغايه لما اجيب بيت. ايه اللي انت بتقولي ده اصلا؟ انت عبيطه يا بنتي، ده بيتك. انت افورت قوي يا عمر لحد ما خليتها خلعتك. لا ما تصيرش خلعتك دي تاني، انا ما تخلعش ابدا. انا بس اتطلقت. قصدي طلقتك. لا دي كمان وحشه، ما تقولهاش. لا غير. احنا عادي يعني. فركشنا. فركشتك. اوه انا تخلعني بنت المقشفه. يرضيك يرضيك يا جميل، صاحبك اترمي على اليمين. عايزك تفكر لي في اي فكره انتقم منها. عايز اجيب وشها كده، عايز اجيب رجليها
ورا قفاها عايزه تجيلي ركعه على ودانها، فاهم؟ فكر. لا ده ايه؟ ما يغص الوزة ولا يخليها تغلي كده وبابلز كتير كده الا مزة زيها الا بتاكل امز منها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ اخطب. اخطب يا عمر. يا عمر اخطب يا عمر. ايه ما عرفتكيش سوسكه خطيبتي. سلمى طليقتي. لا يا حبيبتي خلعاه. حدا بيخلع هيدا القمر؟ مش قلت لي خلي عندك راوند تيشر ولا ده؟ الله يخرب بيتك، انت بتعمل ايه هنا؟ يا عم انت لازم تظهر معايا في كل فيلم. يا سبكي انت ما بتعرفش تمثل. همثل وهرقص وهغني وهعمل كل حاجه وبفلوسي. انت بتحقد عليا، انتوا اعلاء النجاح.